بارك الله فيك. صلينا في بعض المساجد وصلاة الجماعة، كلما يدخل الواحد يسلم السلام عليكم، المصلون كلهم يشيرون هكذا ثلاث مرات وأربع هكذا. الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن لا يفعل كل من دخل، لكن من دخل قاصدا شخص معين ووجده يصلي سلم عليه إن شاء وإن شاء لم يسلم. أما كون كل من دخل هذا ليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أن كل من دخل سلم، وهو غلط من الإنسان لأنه يشوش على الناس، ربما يتعجل أحد ويقول عليكم السلام. فلذلك ينهى أن يكون الإنسان كلما دخل المسجد سلم. أما لو كان قاصدا شخصا معينا في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس ويشير بالإجابة. لا لا، هو أصلا غير وارد، فالمسلم لا يستحق ردا إطلاقا، لا بالإشارة إلى فوق ولا إلى أسفل ولا إلى اليمين ولا يسار، لا يستحق إجابة. نعم.